السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم محمد تحسين. النهاردة هنتكلم عن ساعة كرونوغراف وجي ام تي في نفس الوقت. يعني ايه كرونوغراف؟ يعني ان هي فيها عدادات اللي هي اسمها الستوب ووتش، اللي هو ده لما بتشغل الستوب ووتش بعد 60 ثانية العداد ده بيتحول لدقيقة، يعني بيجي دقيقة كده اللي على اليمين. اما بالنسبة للعداد ده اللي هو الجي ام تي، فده عداد اسمه توقيت ثاني. توقيت ثاني اللي هو ايه؟ مثلا لو احنا مثلا في دولة مثلا الساعة فيها الساعة 12 وانت عايز تظبطها على دولة تانية مثلا بعدين ب 8 ساعات، يعني على الساعة 8، فايه اللي بيحصل؟ انك بتظبط العقرب ده على الدولة التانية، وبعد ما هي بتلف هي بتلف معاه، العقرب ده بيلف معاه. هنشوف الفكرة دي دلوقتي. احنا دلوقتي احنا معانا الساعة السرتينة دي، اس بوديوم، غطس 100 متر، مقاس 44، أوريجينال طبعا. الحالة طبعا بتاعتها قوية جدا، ممتازة، حلوة قوي، مفيهاش يعني يعتبر خدوش بسيطة، دي استعمال شخصي. الساعة تحفة بمعنى الكلمة، الساعة كبيرة شبابي كده وحلوة. نرست بس ال اه ده عقرب دقايق وساعات. العقرب الصغير ده، العقرب الطويل قصدي، ده دقايق، والعقرب اللي تحتيه ده ساعات. يعني بعد ما بيلف العقرب ده الطويل ده 60 دقيقة، العقرب اللي تحتيه بيجي تكة كده على اليمين، يبقى كده عدى ساعة كاملة. ايه فايدة العقرب ده؟ هنشوف دلوقتي. فايدة العقرب ده ان انت مثلا بعد ما بتظبط الساعة، بتظبطها الساعة دلوقتي 10:30، انت مثلا عايز تظبطه على الساعة كام؟ على الساعة وليكن 1، فبتظبط العقرب ده على الساعة 1، بحيث مثلا بعد 10 ساعات، يعني كل ما بيلف العقرب ده كمان بيلف. عداد الثواني تحت شغال، هتلاقيه هيظهر دلوقتي اهو، عداد الثواني. الانديكيتور او الديت بتاعها تحت اهو خالص، تحت عند رقم 6. الساعة جميلة جدا وحلوة قوي، انا عجبتني اوي الساعة دي الصراحة، عجبتني جدا. دي شغال، بنشغل الستوب ووتش بتاعها، ايوه انا اهو. الساعة فعلا فعلا كمان فيها الكلاسب بتاعها اللي هو الدبل فولد، اللي هو بيقولوا عليه فراشة، ده بيتقفل قفلتين. ساعة محترمة بمعنى محترمة، ساعة نظيفة جدا. الساعة فعلا فعلا حلوة، ساعة حلوة بمعنى حلوة. نجرب كده اللون بتاعها كده، نشوف كده اللون هيحصل فيه ايه، اللي هو الإضاءة بتاعتها. الإضاءة بتاعتها تحفة بمعنى الكلمة، تحفة بمعنى تحفة. سيرتينا دي اس بوديوم كرونوغراف جي ام تي كوارتز، تعمل بالبطارية. تم عمل عليها ريفيو كده. شكرا جدا يا جماعة، لو عايزين اي استفسار قولوا لي، انا كده تحت امركم يعني.